مساء الخير. في أخبار الدار الليلة، وزيرة التنمية الاجتماعية من القطرانة ما عندي كادر ولا ربط إلكتروني. مختبرات الابتكار في معان رافد للتنمية وتطوير مهارات اليافعين. خبز الملة أو العربود، ما فائدته الغذائية وكيف تتم صناعته؟ يعاني لواء القطرانة في محافظة الكرك من ضعف الخدمات وتراجع التنمية لصالح تفشي البطالة والفقر. وظناً من سكان اللواء بأن الحل يكمن أن يكون بفتح مديرية تنمية اجتماعية في المنطقة، طلبوا وزيرة التنمية الاجتماعية بذلك خلال زيارتها الأخيرة. نتابع. لا موظفين بدار ولا هم موجودين ولا عندي ربط إلكتروني اللي أقدر إني أخدمك إنه فيه ولا عندي. كان هذا رد وزيرة التنمية الاجتماعية على مطالب أهالي لواء القطرانة بإنشاء مديرية تنمية رئيسية في اللواء، ذلك خلال زيارة لها قامت من خلالها بتفقد أوضاع المواطنين ولقاء عدد من أبناء المجتمع المحلي وزيارة لإحدى الجمعيات الخيرية وإحدى الأسر العفيفة، كما قامت بتوزيع عدد من الحقائب المدرسية على طلاب في المنطقة وسط مطالبات بتأمين وظائف تقي الأسر والشباب أخطار الفقر المحيطة بهم. نحن اليوم موجودين في منطقة القطرانة بناء على توجيه من جلالة سيدنا بالنزول إلى الميدان وتلمس حاجات المواطنين. التقينا بعدد من الجمعيات وبعدد من القيادات المحلية. استكملنا الزيارة بزرنا عدد من الأسر العفيفة في مناطق سكنهم اللي استفادوا من منازل المكرمة الملكية السامية اللي تفضل فيها جلال سيدنا، وأيضا انتقلنا إلى موقع مدرسة الإسكان، التقينا بمديرة المدرسة واللي كانوا جايبين لنا عدد من طلاب المدرسة للانتفاع بحقائب مدرسية وعدد من القرطاسية اللي تم تجهيزها بدعم ومساندة من واحدة من الجمعيات الفاعلة، وزعناها على الطلاب حوالي 150 حقيبة مدرسية. بدنا تكون هذه إن شاء الله بداية خير للطلاب هذول، نفرحهم بالحقائب الجديدة الجميلة وتكون إن شاء الله بداية عام دراسي جميل وموفق لهم. يشكل لواء القطرانة ثلث مساحة محافظة الكرك ويعد مدخل المحافظة من الجهة الشرقية، يتجاوز عدد سكانه 10,000 مواطن وبنسبة فقر تصل إلى 22%، ويعتمد أهالي لواء القطرانة على الزراعة وتربية المواشي بشكل رئيسي في تأمين دخل لهم. تلمسنا وعود من معالي الوزيرة أنه إن شاء الله على كل المطالب اللي إحنا طالبنا فيها من المجتمع المحلي أنه يكون إلها حلول وحلول ناجعة إن شاء الله. بالنسبة إلى موضوع اللي ركز عليه واللي هو يعني أخذ حيز كبير من النقاش بالنسبة للأهالي مع معالي الوزيرة اللي هو موضوع الوحدات الزراعية، هذا يعني مشروع أنا طالبنا فيه وكان فيه مكرمة من جلالة سيد البلاد الله يطول لنا بعمره على لواء القطرانة متمثلة في رئيس الديوان الملك العيسوي، انه لما زار القطران انه يكون في وحدات زراعيه تخصيص الاراضي الزراعيه انتاجيه تفيد اهل المنطقه بالنسبه لنسبات، لانه في نسبه فقر عاليه جدا ما بين المسؤول والحاجه. يقع المواطن في خانه المتسائل عن حقه في عيش حياه كريمه وذات معنى في ظل سكنه في منطقة نسبة البطالة فيها تتجاوز 20% من عدد السكان وتعتبر من المناطق الأقل حظا وإحدى جيوب الفقر في المملكة. أحياناً قد تصاب بأعراض غريبة لا علاقة لها بمرض معين، ممكن تشك بأنه ذلك قد يعود لنقص في أنواع معينة من الفيتامينات أو من المعادن. شو هي الأعراض نقص فيتامين د وشو أهميته، وهل فعلاً بنحصل عليه بس من أشعة الشمس؟ يعاني معظم الناس من نقص فيتامين د دون ظهور أي أعراض لديهم، رغم أن نقصه يؤثر سلبا على الصحة العامة للإنسان ويعد من أبرز الفيتامينات التي يحتاجها مختلف أعضاء الجسم. فيتامين د يعتبر من الفيتامينات المهمة والرئيسية في الجسم، له دور كبير ورئيسي في توازن المعادن وخاصة الكالسيوم والفسفور، كما له دور كبير في امتصاص هذه المعادن عن طريق الجهاز الهضمي، وله كذلك دور في إدخال هذه المعادن إلى العظام للمحافظة على صحتها والحماية من مرض ترقق العظام والكسور. له دور رئيسي حقيقة في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي، وهناك علاقة وثيقة بين نقص هذا الفيتامين ومرض التصلب اللويحي.
كما أنه له دور رئيسي في محاربة خلايا السرطان. من أعراض هذا النقص فيتامين د أولا الإرهاق والتعب العام، وجع في أجزاء متعددة من الجسم وخاصة العضلات والعظام، يؤثر حقيقة على الجهاز العصبي وله دور في بعض زيادة التوتر وفي مشكلة في الذاكرة، كما أنه له دور في الحفاظ على صحة القلب. هلا احنا عندنا كم من مصدر لفيتامين د. اول مصدر اللي هو الانتاج الذاتي تحت الجلد لفيتامين د اللي هو التعرض للشمس. هلا التعرض للشمس اول شيء بتحول عندنا الديهايدروكوليسترول لبري فيتامين دي 3، برضه بعدين بتحول لنا لفيتامين دي 3 اللي هو احنا بنحتاجه لجسمنا. هذا اول مصدر. طبعا المصدر الاول هو التعرض للشمس خلال فترات صباحيه خلال الصيف وفترات مسائية، وبرضو التعرض للشمس في خلال الشتاء فترات صباحية وفترات مسائية. المصدر الثاني في عنا الأغذية، في عنا أغذية نباتية وفي عنا أغذية حيوانية. المصدر الثالث في عنا المكملات الغذائية، ممكن الشخص إنه ياخده عن طريق مكملات غذائية اللي هي التاب، فيتامين تاب. والمصدر الرابع اللي هي الحقن العضلية. يعتبر فيتامين د من الفيتامينات المهمة التي يحتاجها الجسم باستمرار، ولكن لا يدرك كثيرون منا أهميته بالرغم من أن نقصان نسبة هذا الفيتامين في الدم تؤدي إلى أعراض مثل العدوى المستمرة أو كسور العظام. قبل الكشف عن نتائج القبول الموحد ومع ضرورة اختيار التخصص الجيد واللي له فرص عمل مستقبلية، كان لابد من التوعية للطلاب وأهاليهم بخصوص الاختيار الأنسب للجامعة والتخصص والسعر كمان، وهذا اللي بتقوم عليه عدد من الفعاليات ومنها مبادرة عينك على المستقبل. برعاية من رئيس بلدية الزرقاء عماد المومني، انطلق كرنفال عينك على المستقبل للمرة الثانية على التوالي في مدينة الزرقاء ليرشد طلبة التوجيه أو الطلبة المقبلين عليه وحتى ذويهم فيما يتعلق بالتخصصات الجامعية. السنة الماضية كانت أول تجربة لنا في عينك على المستقبل في الزرقاء، والحمد لله كانت تجربة ناجحة. تقريبا كان عدد الزوار عندنا ما يقارب 1500 طالب، وهذا الإشي شجعنا بزيادة لحتى إنه نستمر في الزرقاء ونضلنا موجودين. والحمد لله اليوم بتنظيم من 350 متطوع موجود في مدينة الأمير محمد، نتوقع إن شاء الله إنه يكون الأعداد الموجودة حاليا في إقبال كبير من طلاب التوجيه والأهالي في الزرقاء. واضح جدا إنه المؤسسات التعليمية المجاورة والمؤسسات الحكومية المجاورة صار في عندهم معرفة بخصوص إنه كرنفال عينك على المستقبل في الزرقاء موجود. قدم المتطوعون بالإرشاد نبذة عن تخصصاتهم ومتطلباتها للطلاب ليساعدهم هذا على الاختيار الصحيح ويجنبهم من الوقوع في فخ سوء الاختيار. نلحظ إنه إحنا من السنة الماضية بلشنا نعمل كرنفالاتنا بالزرقاء لأنه في كثير من الطلاب والمتطوعين ما كانوا يقدروا يتطوعوا أو يروحوا على كرنفال عمان، فعشان هيك قرروا إنهم يعملوا بالزرقاء. السنة الماضية كان الإقبال منيح، لكن هاي السنة حسيت إنه الإقبال كان أحسن، خصوصاً إنه الطلاب صاروا كان مكان بالنسبة لهم قريب، وإحنا وفرنا تقريباً جميع التخصصات لجميع التخصصات، وفرنا متطوعين يحكوا عن هاي التخصصات، كانت كفاءة هاي المتطوعين عالية بحيث إنهم يكونوا من طلاب سنة ثانية أو ثالثة، يعني أعلى من ثالثة تقريباً، عشان يكونوا ملمين بالتخصص أكثر من غيرهم. وتخلل الكرنفال حضور عدد من الشخصيات الريادية والتربوية الذين تحدثوا عن تجاربهم ونصائحهم للحياة الجامعية، سعياً من منظمي الكرنفال لإعطاء الطلبة أكبر كم ممكن من الفائدة. تقارير طلابنا من أخبار الدار بعد الفاصل. أهلا وسهلا فيكم من جديد. تعلم الموسيقى في مناطق بعيدة عن العاصمة عمان مش سهل، ممكن يكون غالي أو حتى مش موجود، لذلك إنشاء مراكز متخصصة لإكساب اليافعين مهارات فنية ويدوية زي الموسيقى والألعاب الإلكترونية والتصميم التقني لازم يكون له تشجيع من كافة المستويات. تقريرنا من معان وتحديدا من مختبرات الابتكار، خلونا نشوف. إحنا هان في محافظة معان في مركز الأميرة بسمة
نتعلم فنون كثير. أنا تعلمت على بيانو، عزفت نغمات وتعلمت في أسبوعين، تعرفت أصدقاء جدد وصرت أقضي أكثر وقتي بتعلم البيانو، وفي أصحاب كمان غير تعلموا عن على الجيتار وعلى الطبل. مختبرات الابتكار، نصنع أفلام، بنمنتج أفلام، نمثل ونصور في الكاميرا، وأيام نأخذ أيام الروبوتكس، من الروبوت كيف تخليه يمشي وكيف تصنعه، من الليجو، وممكن أنك تمشيه حسب البلوتوث من الكمبيوتر أو من التليفون. بجي على مركز الأميرة بسمة في مختبرات الابتكار عشان أتعلم عبر منصة كوليبري اللي بتعطينا بعض القنوات التعليمية المفيدة وبعض بعض الدروس. كل يوم خميس باجي باخذ حاسوب، حتى لو اجوا اساتذه يعطونا، بس بتضل المنصه بعد ما يروحوا احنا بنرجع بنستعملها. تمام. فهلا احنا بدنا نشوف الخيارات الموجوده لحتى نعمل. الاعمار اللي بتستقطب النادي هي من عمار 10 سنوات ل 24 سنه. عندنا هون بالمختبر ايام مخصصه للذكور وايام مخصصه للاناث، برضو ايام مخصصه للصغار والكبار. بيكون عندنا لما يكون يجي عندنا العضو بيكون عمره 10 سنوات، بيضلوا عندنا لعمر 18 سنه، بنسميهم خريجين النادي. بعد هاي الفتره بصير عندنا متطوع. طبعا الاعمال اللي بنعملها او الانشطه القائمين عليها هي اغلبها انشطه تقنيه. قصص النجاح عندنا في شاركوا شبابنا في مسابقه الابتكارتون، هو المنتدى الريادي العالم، المنتدى الريادة، عملوا تطبيق على الهواتف الذكية انه بيشجع عن السياحة، ففازوا في المركز الثالث. فهي ابرز الانجازات. كمان بيصير عندنا كل سنتين تين سمت، هو ملتقى الشباب، بيصير في عندنا بأمريكا، بنطلع افضل الشباب اللي عملوا مشاريع وكانوا مبدعين. غير عن ذلك انه احنا كمان تابعين لشبكة عالمية اسمها The Clubhouse Network، هي أكثر من 120 نادي بالعالم. هاي التجربة من الملتقى الشباب اللي بسموها Teen Summit، بيروحوا لأمريكا في ولاية بوستن، بتبادلوا الخبرات بين أعضاء جميع أنحاء العالم. سونيا عليان طالبة ماجستير أدب إنجليزي، عندها موهبة وإبداع وإتقان وقدرة تطوره ليصير مصدر دخل. زرناها في بيتها وهي قصتها. تعلمت الأشغال اليدوية عن طريق الإنترنت والتواصل الاجتماعي. بالأول تعلمت الخرز، الخرز كانت عندي هواية من الصغر، شوي شوي بلشت فيها، بعدين بلشت أعمل إكسسوار، بلشت أعمل كفرات للتليفون من الخرز، بعدين صرت أعمل ورد ومسكات وأشياء بتخص كلها بالخرز، وصرت أعلمها لغيري. بعدين تعلمت الأشياء بالخيوط، اللي هي الصوف، التطريز، المسمار والخيط، وأشياء مختلفة يعني بالخيوط، وصرت أعلمها كمان للطلاب الفئة العمرية. يعني عملت دورات، أكثر من دورة، وعلمت فيها الطلاب لأنه كان عليها نوعا ما طلب. وبعدين تعلمت لف الورق وعلمتها كمان برضو. لف الورق اللي ممكن نسوي منها لوحات، ممكن نسوي منها أسماء، ممكن نسوي منها ميداليات، إكسسوار. الصلصال الحراري هي عبارة عن صلصال بتشكل قريب للمعجون، بس اللي بتختلف عن المعجون إنها بتنطبخ بالفرن وإلها درجة حرارة معينة. فالفيمو اللي هي نفسها صلصال حراري بتتشكل بالأول، بعدين تنخبز، بعدين بتتثبت عن طريق غيرة خاص فيه، وبعدين بتنرش عليها المثبتات أو الملمعات وبتتقدم. ممكن ينشرب فيها أي إشي وقابل للغسل وقابل لكل إشي يعني وعادي. خبز الملة أو العربود، شو فائدته الغذائية وكيف تتم صناعته بعد الفاصل. مساء الخير لجميع متابعين رؤيا. عادات وتقاليد كتيرة عم تندثر بسبب عدم ممارستها أو عدم حتى معرفة الناس فيها، ولو كونها متعلقة بالموروث الشعبي المحكي وغير الموثق. من خلال أخبار الدار بنحاول بكل حلقة نحكي بتقرير عن عادة أو مكان لنحافظ على هذا الإرث. تقريرنا اليوم من معان، عملته مي الطورة عن خبز الملة أو ما يسمى بالعربود. you
وطيري يصرح وبعده المسرح ولوم حلو لو تيطيري. خبز النار أو العربود أو قرص الملة بتكون من طحين بلدي مطحون على البابور في قشرته، بنضاف إله ملح وبنعجن بطريقة ما يكون طري كثير، يكون نوعا ما في شوي من الشدية، أو خلينا نقول في نوع من ما يكون فيه طراوة. الإشي الثاني بنضاف إلى الملح وبنعجن وبنترك مدة 5 دقائق 10 دقائق، اللي بحيث إحنا خلينا نقول في لغتنا العامية إنه يكون ترتاح العجينة. بتكون النار في نهاية الاستواء ما فيها لا دخنة ولا فيها اشتعال، وبنشال الجمر خلينا نقول النار القوية، بنحط في شيء اسمه احنا بنسميه السخي او السكن، او خلينا نقول نوع من الجمر ونوع من السخي، بنوضع وبعدين بنحط عليه نوع من الجمر القوي لما يشتد او ينشف، وبعدين بنحط عليه السخي او السكن وبنترك مرتين او 3 مرات. في لغتنا العاميه احنا بنسميها بنقلبه، او بنقلبه على الوجه السفلي بصير علو والعلو بصير سفلي، ولمده 3 ساعه نص ساعه وبتم نضجه وبتاكل. تاكله انت حسب الرغبه، في ناس بياكلوا مع قلايه بندوره، في ناس بياكلوا مع زيت وزيتون وزعتر، وفي ناس بياكلوا مع خبز وشاي، بكون هو افضل لكونه. وفي ناس بيعملوا بنسميه احنا فتيت، بتاكلوا اما مجلل او بتاكلوا مع الجريش او بتاكلوا، يعني على جميع الحالات خلينا نقول هو اكل اهالينا في القدم وفي الزمانات. بعد ما شفنا كيف يتم صناعة وخبز العربود وكيف الشغلة بدها طولة بال يمكن مش متوفرة حالياً بعصر السرعة، خلونا نتعرف للفائدة والقيمة الغذائية لمكونات العربود مجتمعة. نحكي عن خبز الملي أو قرص النار أو رغيف الراعي، أو زي ما بيحكوا له عنا في الجنوب هون العربود، اللي هو بينخبز على الجمر والرمل الساخن. هذا الخبز بيحتوي على معادن وعلى فيتامينات، على مضادات أكسدة، ألياف غذائية وكربوهيدرات، فبالأخص أنه بيحتوي على النخالي اللي هي قشرة القمح، فهي مفيدة جدا، تقينا من عسر الهضم وبتقينا من أمراض العصر المنتشرة بسبب استخدامنا الخبز الأبيض اللي هو بيكون قمح المكرر اللي خالي من النخالي وخالي من الردة اللي هي بنحكي لها، أو قشرة القمح أو غلاف القمح اللي هو بيقينا من السكر المنتشر كثيرا في وقتنا الحاضر. أصل الزي المدرسي يعود للقرن 11، في بريطانيا أوجدوا الزي المدرسي الموحد لفئة الطلبة الأيتام. معلومات أكثر عن الموضوع في هذا التقرير. بالتجهيز والاستعدادات للمدرسة، يعتبر الزي الرسمي أحد أهم الخطوات للذهاب إلى المدرسة، ويختلف الزي المدرسي من شخص لآخر ومن مدرسة لأخرى، وهناك عدة أشكال للزي المدرسي، فما هي؟ أصل الزي المدرسي هو وجد في القرن 16 في بريطانيا، أوجد الزي المدرسي موحد لفئة الطلبة الأيتام. فيما بعد امتد هذا الزي المدرسي وأصبح لكافة المدارس الحكومية والخاصة، والهدف من الزي المدرسي هو التوحيد بين جميع فئات الطلاب من حيث المستوى المادي والمستوى الاجتماعي. وهلأ كل دولة لها زي مدرسي موحد. إحنا عندنا هون في الأردن في مدارسنا الحكومية الزي المدرسي هو المريول الأزرق للمرحلة الأساسية من الصف أول لسادس، والمريول الأخضر للمرحلة الأساسية العليا بالإضافة للمرحلة الثانوية. وعندنا هون إحنا في الأردن يعني طقوس كل عام دراسي الكل بيشتري المريول الأخضر، وإحنا دائما كإدارات بنحرص على أنه يكون مريول فضفاض وساتر
وبمواصفات جيدة، والطالبات من حث الطالبات انهم يشتروه، وبرضه كمان هم الاهالي يعني في توجهات عندهم الى انه يكون الزي المدرسي مثل ما بتطلبه المدرسه، يعني يلتزموا فيه الطالبات. انا برايي يعني الزي المدرسي شيء مهم، توحيد بين الجميع، وخاصه الطبقه الفقيره مع الطبقه الغنيه. وينقسم الاهل بين مؤيد ومعارض للتفصيلات الحديثة للزي المدرسي، ويذهب البعض لتفصيل زي حسب معتقداته ورغباته الخاصة. المريول بحبوا فضفاض وطويل، يعني ما في حدا بيجبرنا على هذا الإشي، وأغلب البنات أو معظمهم شفناهم بمريول لائق للمدرسة وسمعتها. لا هلا ما في حدا بلزمنا أو بفرض علينا كيف نلبس المريول، بس بغض النظر غالبا كل البنات عندهم قناعة أنه المريول ما يكون ضيق كتير أو قصير زيادة عن اللزوم، فلازم يكون طول منيح وفضفاض شوي. المريول إشي ضروري ومهم لأنه بيميز شخصية الطالب والمراحل العمرية تاعته، وهو بيشيل عن الأهل بيشيل عنهن نفقات زيادة، لأنه الطالبة كل يوم بتصير بدها تلبس لبس مميز، فهيك المريول لأ بيكون أفضل كتير للطالب، وضروري إنه يكون فضفاض شوي لأنه بتحتاج الطالبة إنها تلبس تحته. ويتمنى أولياء الأمور أن يكون الزي المدرسي بنوعيه الجاهز والتفصيل أقل كلفة وعناء مقارنة بالسنوات السابقة، سيما وأن أغلبهم يشتريه لمدة عام دراسي كامل. في نهاية هالحلقة من أخبار الدار، تابعونا وراسلونا على صفحة البرنامج على فيسبوك، ننتظر تفاعلاتكم ومشاركاتكم. تحية مني ومن فريق البرنامج، مساءكم جميل وإلى اللقاء.